عندما تتأزم الأمور ويرى الطرفان أن الاستمرار في الحياة متأزم، فإن الله جل وعلا جعل المسلمين سبيلا للتخلص من المشاكل وهو الفراق، بالنسبة للزوج إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. عندما تشتط الأمور ويحصل النشوز وتصعب الحياة يرجع إلى التحكيم ويتخذ حكم من أهل الزوجة وحكم من أهل الزوج، ينظر في حياة الزوجين ويقرر ما يريانه الخير والحق من اجتماع أو تفريق، ثم يبت القضاء في ذلك على ضوء ما يكون عند التقاضي. النبي نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن إيذاء النساء، ولما شكت نساء أزواجهن على بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك النبي لأصحابه وقال: ما أولئكم بخياركم، ما أولئكم بخياركم، وقال: خيركم خيركم لأهله، ثم يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: وأنا خيركم لأهلي. لا شك في ذلك. الله جل وعلا في القرآن الكريم ذكر ضربا، لكنه الضرب الذي لا يشق جلدا ولا يجرح ولا يكسر عظما ولا يسبب مرضا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن إلى أن قال: واضربوهن. لا يتحول إلى الشدة إلا إذا تعذر العلاج بالرفق والإحسان، موعظة، هجران يهجرها بالكلام وبميت الفراش فقط، لا يغادر المنزل، يعرضها للهموم وما قد يكون أبعد من ذلك، يكون راعيا حارسا خليقا بالقوامة قائما بشأنها. كذلك المرأة إذا خافت نشوزا من زوجها أو رأت نشوزا منه، وإن امرأة خافت إلى آخره، يسلك الطريق الذي شرعه الله للعباد. هذه الأمور التي ينبغي أن يعتني بها من أراد الزواج، ثم إذا تزوج أو تزوجت يعتني بها.